الاوبريتنج كونسول اللي اليوزر بيستعمله في الاكس راي، الكومن اوبريتنج كونسول، بيبقى فيه حاجات اساسيه جدا لازم تبقى موجوده في كل الانظمه. اول حاجه لازم يبقى فيه عندي حاجه تحدد لي الكي في، لازم يبقى فيه كنترول عشان يحدد اليوزر بيحدد الكي في بي اللي هو هيستعملها او محتاج يستعملها بتكون كام. لازم يبقى فيه كنترول عشان يحدد الملي امبير، عشان برضو يحدد الكوانتيتي بتاعت البيم بتبقى شكلها عامل ازاي. في برضو كنترول علشان يحدد السكند، يحدد الاكسبوجر تايم بيبقى قد ايه، وعاده السيستم بيحسب مالتيبليكيشن بتاع الملي امبير والسكند ويطلعه لي في فيجر واحد اللي هو الملي امبير سكند بيساوي كام. في بعض الاحيان ممكن يبقى في كنترولز اخرى بس ما هياش دايما موجوده، في بعض الانظمه اللي هي المتقدمه ممكن تكون موجوده بتسمح لليوزر ان هو يكون عنده سيرتن ابلكيشنز، يعني مثلا سكال شولدر تشست، في بعض الابلكيشنز الاساسيه وانس ان انا بضغط على البتن اللي هو خاص بالابلكيشن مثلا بتاع التشست بيتحط هنا البارامترز المناسبه بالنسبه للابلكيشن دوت عشان يسهل على اليوزر ان هو يحدد البارامترز بشكل سليم. طبعا احنا هدفنا في الاخر من الاوبريتنج كونسول ان احنا بنحدد البيم بتاع الاكس راي اللي هو هيطلع ده، محتاجين ان هو يبقى of proper quantity and proper quality. وزي ما احنا كنا اتكلمنا في الجزء بتاع الاكس راي برودكشن، الراديشن كوانتيتي بتريفير للنمبر اوف اكس راي فوتونز او الانتنسي بتاعت الاكس راي بيم. الراديشن كواليتي بتريفير للبنترابيليتي بتاعت الاكس راي بيم، يعني بمعنى دي بتتحدد اساسا بالكيلو فولت بيك، يعني بتحدد بالانرجي بتاعت الاكس راي بيم اللي تسمح له ان هو يعمل بنتريشن في الاعماق تبقى اكبر شويه او تعدي في حاجات ممكن تبقى الامتصاص بتاعها عالي مثلا زي العظم والحاجات اللي زي كده. طبعا الراديشن كواليتي بتحدد اساسا بالكيلو فولت بيك، بس بعض الاحيان ممكن نوصفه بالهاف فاليو لاير، يعني نقول ان هي مثلا من 3 ل 5 ملم الومنيوم مثلا كهاف فاليو لاير علشان برضو نقدر نحدد الكواليتي او نوصفها هي بتساوي كام.